إيه مننا مش نفسه يكبر في شغله ويتفوق على كل منافسينه، وخصوصا لما تبقى شايف منافسينك سبقوك. علشان كده جه الوقت اللي لازم تدخل التلفزيون وتبقى رقم واحد في مجالك. لأن التلفزيون بيشوفه ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي، وكمان بقى فيه قنوات فضائية كتير وبرامج دعائية أكتر موجهة لكل فئات المجتمع. ده غير إنك تقدر تدخل كل بيت من غير ما تستأذن وتعرفهم بنفسك وتخصصك ومجال عملك، مع عرض أرقامك وعناوينك وكل بياناتك للتواصل. ولأن التلفزيون بيتميز بقدرته على الإقناع من خلال الصوت والصورة، هتشرح بالتفصيل مجال شغلك وأحدث الوسائل المستخدمة من خلال مواد فيلمية توضح كلامك. احنا في اون اير بنقدم لك حمله دعائيه تلفزيونيه في البرامج الطبيه، وهنكون معاك خطوه بخطوه في كل تفاصيل حملتك الدعائيه، وهنساعدك في اختيار البرنامج المناسب وفقا لنسب المشاهده والفئات المستهدفه لكل قناه. مش كده وبس، احنا كمان هنصور لك اعلان لمركزك بتقنيه الاتش دي علشان ينزل قرعي للبرنامج طوال فتره الحمله. يعني شغلك في وقت قصير جدا هيكبر وهيتخطى منافسيك. اتصل دلوقتي علشان نعرفك تبتدي ازاي. اتصل على 012-76-38-959 أو 010-940-844-24. حقق حلم الاحتراف معانا انت نجم مصر. لو شايف في نفسك الموهبة اتصل بينا على الارقام دي 011-004-37-36 010-64-33-14-38. مساء الخير واهلا بحضراتكم في اولى حلقات برنامج اطباء مصر، اللي اتمنى ورجاء الله عز وجل انه يقدم لكم كل المعلومات الطبيه اللي تفيد حضراتكم ويكون ليها اثرها عليكم. خلينا نبدا بقى مع بعض فقرات برنامجنا على طول. وبعد مرور سنه من وجود الكوفيد 19 او فيروس كورونا المستجد، خوف ورعب من الاسر خصوصا في الفتره دي. ليه بقى؟ بقاله سنه فيروس كورونا موجود عندنا في مصر. كانوا في الأول الإحصائيات الطبية بتتكلم في أن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس هم كبار السن، بيقل تدريجياً الإصابة مع صغر السن إلى أن يعني يكاد يكون منعدم في الأطفال، يعني ذوات السن الأصغر والرضع. ولكن بعد مرور سنة الوضع بيختلف، والمقاييس والمعايير بتتبدل وتتغير. الكوفيد 19 بقى بيصيب الأطفال الصغيرين، ودرجة الإصابة وصلت 13% حسب الإحصائيات الطبية والله أعلم. طيب في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي، دراسة، امتحانات، حتمية الاختلاط موجودة، نعمل ايه ونطمن الأسر على أولادهم ازاي، وازاي نقدر نجنب أولادنا يعني ونعافيهم يا رب يا رب من الإصابة بالأمراض دي؟ وعشان نسأل الأسئلة دي ونلاقي لها إجابات، هيكون معانا دكتور محمد متولي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة بمستشفيات جامعة القاهرة. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك يا أستاذة نورهان، ومبروك على البرنامج الجديد.
الله يخليك، اشكرك يا دكتور، الله يبارك فيك. خليني اسال حضرتك بقى، لو حضرتك كنت سامع اللي انا بتكلم فيه عن رعب وخوف الاسر في خطر الاصابه اولادهم بالكوفيد 19، خصوصا في ظل الدراسه وان مفيش الغاء ليها وفي امتحانات وفي اختلاط، حتميه الاختلاط موجوده. كنت عايزه اسال حضرتك مدى خطوره تعرض الاطفال للاصابه بالفيروس؟ طيب بصي، هو طبعا الفيروس موجود، يعني احنا مش بنقول ان هو مش موجود، لا هو موجود، بس طبعا مش بيهاجم بنفس العنف. احنا في المستشفيات دلوقتي وفي العيادات انا يعني عايزين نطمن الناس ونقول لهم ان نسبه الاصابه ما عادتش زي الاول والفيروس ما عادش بيهاجم زي الاول. وانا سامع ده للكبار وده للكبار ان جنرال، يعني يا دكتور مش الصغار بس ان جنرال. حضرتك شايفه دلوقتي في الشارع، كنا مستشفيات العزل بنقفلها من كتر الحالات، وكانت المستشفيات بتاعه الحميات كلها بتستقبل كميات مهوله في الفتره اللي فاتت دي من العيانين، ولكن دلوقتي احنا ما عدناش بنسمع عن الكلام دوت. الاماكن موجوده ومتوفره في وزاره الصحه، وزاره التربيه والتعليم سمحت باداء الامتحانات طبعا في ظل الظروف دي، وفي ظل ان احنا طبعا متمسكين بالاجراءات الاحترازيه بتاعتنا، الماسكات والكحول والكلام من ده. لو كانت الارقام عنيفه جدا وبتزيد اكيد ما كانوش هيسمحوا بحاجه زي كده. وانا موجود في المستشفى وموجود في العياده، لا الارقام مش كبيره جدا، وكلام فارغ الويف الثالثه دي ان هو بتهاجم ان في موجه ثالثه وبتهاجم اكثر شراسه واكثر فتكا وكمان الوفيات فيها اكثر. احنا في مصر الحمد لله من فضل ربنا يعني الدنيا امنه الى حد كبير، النسب ما عادتش اللي هي الارقام المبالغ فيها اللي كانت موجوده في الاول، وبسببها كانت المستشفيات بتتقفل وما كناش بنلاقي اماكن في الرعايات و و و. بنرجع ده لايه يا دكتور؟ يعني ان هل الفيروس هو فعلا تحور فبقى اقل خطوره ولا ايه السبب؟ بالظبط كده. حضرتك لو تفتكري زمان من فتره كده 2001 2002 كان في فيروس زيه اسمه السارس، وكان بيهاجم بعنف جدا، كان موجود في اليابان وكان موجود في دول شرق اسيا، اللي هو فيروس السارس. وبالوقت مع التحور بتاعه ومع وجود مناعه كويسه، واحنا طبعا بنزود العيانين وبنقول للناس دايما ناخد فيتامين دي، ودايما ناخد زنك، دايما ناخد لاكتوفيرن اللي هو الحديد، ده بيحسن مناعتنا ضد الفيروس ده. طبعا مع الوقت بدا يتحور بشكل او باخر، فبقى اقل في الشراسه بتاعته، وبالتالي عدد الحالات بقت اقل. ولكن طبعا الناس اللي عندها، الناس الكبار اللي عندهم امراض مزمنه او الناس الكبار اللي عندهم امراض مناعيه طبعا بيتاثروا، هم الاكثر عرضه بالظبط كده. طيب كنت عايزه اسال بس حضرتك يا دكتور، يعني طالما في اصابه ما بين ان ما بقت موجوده خلاص اصابه ما بين الاطفال والكبار، طيب ايه الفرق بين العدوى الفيروسيه ما بين الكبار والصغار؟ تمام. هو عموما العدوى الفيروسيه، هو الكورونا ده فيروس من ضمن مجموعه فيروسات كتير جدا بتهاجم البني ادم، الادينو فيروس والكوكزاكي فيروس والروبيلا فيروس والانتيرو فيروس، يعني كميه فيروسات كبيره جدا بتهاجم الكبار والاطفال. الكورونا الفتره اللي فاتت دي كان بشع جدا لانه بيهاجم بشكل عنيف جدا وبيعمل اعراض قويه جدا. هو عشان كده، لكن هو بيصيب الاطفال وبيصيب الكبار، ومجموعه الفيروسات اللي موجوده هي بتهاجم الاطفال وبتهاجم الكبار، والاعراض واحده، نسب الاصابات واحده، يعني ما فيش فرق بين طبعا في الكبار. لا في الكبار طبعا النسبه اكبر في الاصابه بكتير، والاعراض برضو بتبقى اشد. زي ما بقول لحضرتك كده، معظم الناس الكبار اللي فوق ال 40 وال 50 سنه تلاقي عنده ضغط، تلاقي عنده سكر، تلاقيه مش عارف ايه، الامراض المزمنه دي بتخلي طبعا المناعه اقل، فبالنسبه للفيروس بيهاجم بشكل اشرس وبيعمل اعراض اكبر. اعراضه شبه اعراض البرد العادي، ولكن احنا مع مده العلاج مثلا بعد 3 ايام، لا احنا لسه سخنين، لسه جسمنا مكسر، لسه بنكح بشكل جامد جدا، لازم هنتوجه طبعا للطبيب او للمستشفى او نتواصل مع الرقم بتاع وزاره الصحه عشان يحددوا لنا احنا كده عندنا كورونا مشتبه فينا او لا. طيب بس تحاليل لكن يعني في الاخر يا دكتور، نسبه الاصابه في الاطفال غير مرعبه واكثر امانا عشان نطمن الاهالي على اولادها، هل يروحوا المدارس؟ لا يعني يستحسن يكونوا في بيوتهم. احنا بنقول ان مفيش ولا حاله وفاه اتسجلت لاطفال اقل من سنتين، وده شيء كويس. فوق السنتين لحد 19 سنه في نسبه وفيات لا تتعدى 1%، كويس. تمام. وده رقم طبعا قليل جدا. طبعًا. احنا بقى بنقول لاولادنا ايه بالنسبه للفتره اللي جايه، فتره المدارس ان شاء الله يوم الاحد الجاي هيبدا الدراسه ترجع تاني بشكل منتظم. احنا بقى فتره اللي فاتت، السنه اللي فاتت دي كلها بنعلمهم اكيد ازاي نغسل ايدينا واهميه ان احنا نغسل والاجراءات إيدينا. الاحترازيه. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد، طمنتنا، واتمنى يا رب ان يكون
كل مشاهدينا اطمنوا على اولادهم، الفيروس موجود ولكن اقل خطوره على الاطفال، نسبه الاصابه لا تتعدى 1%، مش زي الارقام اللي احنا كنا اللي اتقالت وقيلت. يعني بلاش ان احنا نمشي ورا الاشاعات المغرضه اللي مصورانا ان في موجه ثالثه وفي رعب وخبوا اولادكم والفزع. طبعا لازم نخلي بالنا، طبعا لازم ناخد كل اجراءاتنا الاحترازيه، واظن بعد سنه كامله موجود معانا ومقلسنا فاحنا خلاص المفروض فهمنا ما لنا وما علينا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع عشان اعرف حضراتكم بضيفي اللي هيكون معايا. استنوني ما تروحوش في اي حته. ان مننا مش نفسه يكبر في شغله ويتفوق على كل منافسينه، وخصوصا لما تبقى شايف منافسينك سبقوك. علشان كده جه الوقت اللي لازم تدخل التلفزيون وتبقى رقم واحد في مجالك. لأن التلفزيون بيشوفه ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي، وكمان بقى فيه قنوات فضائية كتير وبرامج دعائية أكتر موجهة لكل فئات المجتمع. ده غير إنك تقدر تدخل كل بيت من غير ما تستأذن وتعرفهم بنفسك وتخصصك ومجال عملك، مع عرض أرقامك وعناوينك وكل بياناتك للتواصل. ولأن التلفزيون بيتميز بقدرته على الإقناع من خلال الصوت والصورة، هتشرح بالتفصيل مجال شغلك وأحدث الوسائل المستخدمة من خلال مواد فيلمية توضح كلامك. احنا في اون اير بنقدم لك حملة دعائية تلفزيونية في البرامج الطبية، وهنكون معاك خطوة بخطوة في كل تفاصيل حملتك الدعائية، وهنساعدك في اختيار البرنامج المناسب وفقا لنسب المشاهدة والفئات المستهدفة لكل قناة. مش كده وبس، احنا كمان هنصور لك اعلان لمركزك بتقنية ال HD علشان ينزل قراعي للبرنامج طوال فترة الحملة. يعني شغلك في وقت قصير جدا هيكبر وهيتخطى منافسيك. اتصل دلوقتي علشان نعرفك تبتدي ازاي. اتصل على 012-76-38-959 أو 010-940-844-24. حقق حلم الاحتراف معانا انت نجم مصر. لو شايف في نفسك الموهبة اتصل بينا على الارقام دي 011-004-37-36 010-643-3438.